كما قلت هي قراءة للرجال والنساء وللكل، المتزوج غير متزوج، يعني للكل، لأن أنا أقرأ ما أراه، لذلك يعني هي طاقات، لذلك إذا كانت يعني تنطبق على حياتك فمزيان، لكن لابد أن تستمع لأن هناك دائما شيء ستحتاجه في حياتك يعني من هذه الرسالة. إذا لنبدأ. عزيزي برج الدلو، أرى عزيزي أنك هذا الكارت الموت تقول نهاية مرحلة سلبية جدا جدا. نعم، لكن ما هي هذه المرحلة؟ لأنها يعني باينة هنا، يعني معظم الكارت تتكلم عن هذه المرحلة التي عشتها عزيزي برج الدلو. أرى عزيزي برج الدلو، الله يحسن عوانك، أنك عشت يعني مرحلة ظلام، مرحلة ظلام، يعني كنت في ظلام. أرى كذلك الفقر، أرى يعني عانيت كثيرا حبيبي برج الدلو، يعني صفحة سوداء في حياتك، في يعني مرحلة سلبية في كل المستويات، في الحب، في المستوى المادي، يعني في كل شيء، لا يكون في عوانك، لكن هذا نتكلم عن الماضي. وخا أرى عزيزي برج الدلو، أرى يعني العدالة يعني تتكرر، أنك عشت كذلك ظلم، يعني ظلموك، عشت في ظلم، وربما للرجال، هذه للرجال، ربما كان هناك يعني قضية، يعني محكمة وحتى سجن للبعض منكم، هذا ما أراه للرجال، وخا ماشي للنساء. أما النساء، أرى نساء أرامل، أرى نساء مطلقات، يعني أرى يعني معاناة كبيرة، واللي ماشي متزوج ولم يكن متزوج، يعني العزب كذلك، أرى أنه يعني معاناة كبيرة، كل ما ذكرته يعني فقر، ظلم، طبعا هي قراءة معممة، وخا يعني معظمكم ستحسون بهذا، يعني ستعترفون بهذه الوضعية، لكن البعض الآخر ربما يعني 30 أو 20%، هناك أشياء نعم وهناك أشياء لا تنطبق عليكم، وخا يعني ليست 100%، لأن الطاقات مختلفة والناس والوضعيات مختلفة. لنتابع. قلنا أرى أرامل، ناس أرامل، يعني ماتوا الأزواج ديالهم، ومطلقات ومنفصلات، أرى معاناة عزيزي برج الدلو، عانيت كثيرا في هذه الحياة، وخا لكن الله يرفع البلاء، لكن أنت يعني بزاف، يعني بزاف ديال الكارت، يعني معاناة كبيرة، يعني تعذبت بزاف، وفي الوحدة، يعني كنت يعني وحيد، معظمكم يعني تعذب بزاف وفي الوحدة، يعني دازت عليكم. المهم أرى يعني أنك يعني أقارن هذه الوضعية بسيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام، يعني صبر أيوب، والله يرفع يعني يعني كان لديك صبر، يعني رغم ذلك يعني أنت يعني كنت صبور، والله رفع البلاء. نعم، عانيت في الوحدة والعزلة، وكنت غارق في بحر الهموم عزيزي برج الدلو، لكن ماذا أرى الآن؟ الحمد لله، ماذا أرى الآن؟ أرى من جديد العدالة، يعني ظلموك جوج مرات، كتخرج يعني العدالة، يعني لذلك قلت ربما كانت هناك محكمة أو شيء من هذا القبيل، وخا و أرى الكثير من الرزق، بزاف بزاف، يعني خرجتي من الفقر، و يعني تغيير راديكال، يعني كيف نقول، يعني تغيير، نسيت، سامحوني، كيف نقول راديكال باللغة العربية، مهم، سامحوني نسيت، يعني تغيير كبير، يعني متطرف، نعم تغيير متطرف، يعني من الأبيض إلى الأسود، لا عفوا، من الأسود إلى الأبيض، سبحان الله، سبحان محول الأحوال. أرى عزيزي أو عزيزتي سكن جديد، يعني بيت، أرى بيت جميل، بيت سكن جديد، أرى قطعة أرضية، أرى قطعة أرضية، أرى الكثير من الرزق، قطعة أرضية، لا أدري غادي يعطيوك أرض،
لا أدري من أين، ميراث أو لا أدري ماذا، أو من مخزن لا أدري. المهم أنا كنشوف قطعة أرضية وكنشوف مقدار معين من المال، قد يكون هذا أو ذاك، لكن أرى كل هذا، يعني سكن، قطعة أرضية، مقدار معين من المال، يعني تغيير عجيب، سبحان محول الأحوال عزيزي برج الدلو. وأرى الكثير من الفرح، أرى كذلك حب وزواج. هذه الكارت كتقول لك هادي وهادي وهادي، أنها هدايا سماوية، رزق كبير، تحقيق الأحلام، تحقيق الأحلام، وهذه كذلك هي تحقيق الأحلام، المال والبنون، بارك الله، يعني كلها وبسرعة. هذا الكارت كتقول لك تحقيق الأمنيات، لكن بسرعة، يعني هذا التحول غادي يجي يعني دفعة واحدة، هذا التغير، يعني من الفقر إلى المال الكثير، من الأسود، يعني من الحزن إلى السعادة والفرح، يعني تغيير سبحان الله، يعني هدية سماوية كما قلت. وأرى بداية، يعني بدايات جميلة، هناك بدايات السعادة، بزاف ديال الفرح في الأخير، يعني الرزق والخير، مرحلة إيجابية في كل المستويات، عفوا، طاقة مادية، أرى الكثير من الطاقات المادية للبنتاكل، يعني الغنى، بزاف ديال المال، بزاف ديال المال، واخا لا هادي لا هادو، بزاف ديال المال، بزاف ديال الرزق، والحمد لله. والسرعة، سرعة في تحقيق هذه الأمنيات، يعني شوفوا لو، يعني رزق، بزاف بزاف ديال الرزق كلها، شوفوا، أرى طاقة مادية هنا كبيرة، واخا. والآن لنتكلم عن الحب. بالنسبة للحب، أرى أن هناك كان، أرى زواج، واخا، أرى زواج ربما الآن أو في المستقبل، لكن أرى زواج، واخا. وأرى أن حب الماضي، هذا الإنسان كان إنسان أناني، ربما أصغر منك شيئا ما، وطاقته نارية، باتون، وهي طاقة نارية، يعني أسد، حمل أو قوس، واخا، يعني كنت تحبه، لكنه إنسان يعني لم يكن، حتى لم يكن معك في هذه الأيام الصعبة، وهذه الأيام السلبية التي عشتها، يعني كان إنسان أناني، يعني ما لم يتعامل معك يعني بحب، ولم، يعني كان إنسان أناني، يعني ما عجبنيش أنا هذا الإنسان، واخا. أما حب الحاضر أو المستقبل، أرى طاقة ديالو، طاقة ربما مائية أو ترابية، واخا، مائية أو ترابية، مائية خاصة، نعم، مائية أو ترابية، كنشوف، واخا، ترابية الثور والجوزاء والجدي، والمائية الحوت والسرطان والعقرب، واخا، هذا حب الحاضر، هذا الإنسان. وأرى أن هناك تواصل جميل بينكما، هناك تواصل جميل، هذا هو، يعني تواصل جميل بينكما، تفاهم، حب عميق، سيدوم، يعني سيدوم للأبد، سعادة، أرى الكثير من السعادة عزيزي، سعادة ورزق وحب، يعني تتكرر الطاقة المادية، ولكن الفرح والحب كذلك، واخا. وأنك يعني ستصل إلى الأهداف الجميلة، يعني تحقيق كل الأمنيات والأهداف، لكن بسرعة، والحمد لله. مساكن، يعني مسكين حبيبي برج الدول، يعني جازت عليه، لكن الحمد لله، يعني ستكون النهاية جميلة جدا، والحمد لله، سبحان الله العظيم، دي قراءة عجيبة، قراءة عجيبة، قراءة عجيبة، يعني غادي نختم برسالة الملائكة، يعني هنيئا لبرج الدلو، يعني أنا آسفة على هذا، يعني الماضي، لكن الحمد لله، يجب أن نشكر الله، فنهايتك وحياتك من الآن فصاعدا ستكون أجمل ما في العالم. أنا عفوية بزاف، داكشي اللي في قلبي تنخرجه. إذا ما هي رسالة الملائكة؟ الرحمة، الرحمة الربانية عزيزي، استمتع بجوائز الكون والرحمن، الحمد لله، قل الحمد لله واشكر الخالق، وهذه لا ليبرتي، هذا الكارت يعني الحرية، يعني الله أخذك من الجحيم ورماك في الجنة، يعني هكذا، يعني دغية،
أخذك من الجحيم ورماك في الجنة. وحتى المرحلة السيئة، يعني أقول يجب أن نشكر الله حتى في المراحل السيئة، لا يجب أن نترك إيماننا ولا ثقتنا في، يعني أن نثق بالخالق دائما، لأن هذا درس سماوي وحكمة. نعم، وخا يعني هذه الوضعيات الصعبة هي درس سماوي وحكمة، هذا كل شيء. لأن شوف يعني عجيب عجيب، سي با نورمال، لكن هذا ما سيحدث. بدايات بدايات طبعا، بدايات جميلة، بدايات يعني كانت لك يعني تجارب سلبية على كل المستويات المادي والعاطفي، لكن الآن كل البدايات ستكون جميلة. وكما قلت، الطاقة المادية عزيزي برج الدلو، الله كتفيض بحال البحر يعني بزاف، وحتى الحب كذلك، وخا حب جميل وصل أو سيصلك قريبا. الحمد لله يا رب العالمين، أنا فرحانة بزاف، فرحانة بزاف، ولأني فرحانة غادي نحكي لكم واحد، نعاود لكم واحد النكتة، واخا أريد أن تضحكوا معي، واخا لأنها قراءة جميلة. وإذا كنتم ما زلتم في هذه المرحلة السلبية، أريد أن تضحكوا كذلك، لذلك غادي نعاود لكم واحد النكتة. يعني أولا يعني النكتة سأقولها، سأحكيها باللهجة المغربية ثم سأترجمها واخا اللغة العربية الفصحى. المهم، قال لك هذا تاكلو راسو وحك راسو وجبر قملة وقتلوا القملة. غنت له هذه الأغنية، أغنية جميلة لعبد الرحمن الجلطي، حبيت أنا نكبر معاك يعني. ويعني بقات فيه القملة وردها لراسو واخا. وبعد ايام ولدت له بزاف ديال القمول وحك راسو عاود تاني، ولقاو يعني وجبر ديك القمله عاود تاني، وقال ليها هذه اغنيه لا ادري اذا كانت مغربيه او جزائريه، لكن هي هذه الاغنيه، حسبتك تحبيني وحبيتك بالنيه لكن غدرتيني او شيء من هذا، او لعبتي بيا. هذا يعني ما قاله هو، والقمول اللي في الراس داروا الكوروس وقالوا ايه ماما. المهم، غادي تقولوا هاد ايمان راح ماقت، يعني رمضان خرج عليها وراح ماقت. لا، دابا غادي ساترجمها للغه العربيه. اعتقد انكم ستضحكون اكثر. هذا رجل يعني حك راسه ووجد قمله، فقالت له القمله، غنت له أغنية موجودة، أغنية لمغني جزائري اسمه عبد الرحمن جلطي، وهي أغنية جميلة جدا، أغنية الطفولة، أغنية طفولتي. قالت له، تمنيت أن أعيش معك طوال الحياة، خلقني الله رب العالمين لأكون معك، يعني هذا شيء من هذا القبيل تقول الأغنية. فيعني شفق، يعني حس بالشفقة فأرجعها إلى رأسه. فبعد أيام يعني حك الرأس وأخذ القمل مرة أخرى وقال لها، ظننت أنك كنت تحبينني وأن نيتك، وهي أغنية أخرى لا أدري إذا كانت مغربية أو جزائرية، لكن غنى لها هذه الأغنية، يعني ظننت أنك تحبينك لكن يعني غدرتيني وخنتيني وأشياء من هذا القبيل. فكل القمل الذي كان بالرأس صفق وقال إيه ماما ماي ماي، وهي يعني وهي هذه الأغنية إيه ماما ماي ماي. ستعتقدون انني جنيت لكن لم اجن، انا فرحانه بزاف، يعني بغيت غير باش تضحكوا معايا، تضحكوا مع هذه المجنونه، مجنونه ايمان. واخا، اتمنى لكم يا ربي الخير، اتمنى لكم يا ربي السعاده والايجابيه دائما 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 مهما كانت الوضعيه، يا ربي كنتمنى لكم. وبرج الدلو ناس حنان، ناس لطاف، ناس قلبهم كبير، قلبهم ابيض. كنتمنى لكم الخير، بالسلام عليكم.